دقلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم. من تزين بعلمه كانت حسناته سيئات، هذا قول ينسب لذي النون المصري، والرجل شخصية مبهمة بعض الشيء، لا يعلم عنها الكثير سوى ارتباط هذه الشخصية بالصلاح والزهد والحكمة. والحديث هنا عن العلم وعن العلماء، وبالتحديد عن طائفة منهم تتزين بالعلم. ومعنى تزينها بالعلم أنها تظهر علمها بين الناس، تفتخر به وتعتقد أنه مزية، وقد يصل هذا الاعتقاد إلى حال من التمايز بهذا العلم. ومن يفعل هذا في الحقيقة من بين المتعلمين، من يفعل هذا ينسى حقيقة كبرى وينسى مبدأ عظيم، وهو أنه فوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم، هذه من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل، والذي لا ينبئ إلا عن حق حقيقي ومحقق. طبعا العلم قيمة ثابتة، لا ينكر أحد هذا، ولا يجحد هذه القيمة إلا جاحد. وفي القرآن الكريم أن أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء، وخشية الله تعني التقوى. ولهذا السبب فإن الله مبجل للعلماء، مجل لقدرهم ولدورهم. لكن العلماء المبجلون من الله لا يتزينون بالعلم، لا يتخذونه مطية للفخر وللاستعلاء وللخيلاء، وإنما يدفعهم علمهم إلى التواضع. في النهاية فإن العلم كما القوة، كما السلطان، كما المال، العلم من الوسائل والأسباب، العلم ليس من الغايات. فالغايات حقا تكون غايات معنوية وأخلاقية. هناك من يقوده علمه إلى التواضع ونفع الناس والسلوك بينهم بخير، وهناك من يدخله علمه إلى سراديب الكبر والظلم والتجبر. وعندما يكون الأمر هكذا تكون مهلكة بحق للعالم وللذين يتحرك بينهم. نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بالمال، فهناك من يستثمر هذا المال في خير وفي نفع، وهناك من يحوله ماله قارونا. لماذا وجب الاهتمام بالعلماء والحرص على أن لا يتحرك بهم علمهم المحصل في طرق خاطئة؟ لأن دور العلماء هام، فهم الذين يوجهون العقول، وهم الذين يسهمون في صناعة الوعي، وهم الذين يشاركون في تشكيل ضمير الناس الجمعي. فإذا صاروا في خير عم بسيرهم في الخير الخير، وغنم الناس فضائل هذا العلم، وإنهم صاروا في شر عم هذا الشر. إسهام العلماء حيوي ومركزي، لذلك وجب ضبطه وتحصينه بالأخلاق وبالمعنويات العالية وبالروحية الإيجابية المحسنة. يفعل القلم في المجتمع، وتفعل الكلمة، يفعل الحرف ما لا يفعله المعول. المعول يخرب مترا، أما القلم فقد يخرب 1000 كيلومتر إذا لم يضبط وإذا لم يلجم بالأخلاق، وخصوصا الأمانة والمسؤولية. والحديث عن العلم المعنوي لا عن العلم المهتم بالبناء والماديات والحسابات والأجساد. الاهتمام هنا بالعلم المنتج للأفكار، للقيم، للرؤى والفلسفات والتصورات، سواء كان هذا العلم دينيا أو فكريا أو فلسفيا، ونوصل حتى إلى الفنون والأداب. وهذه علوم لا تزدهر إلا في أجواء الحرية، ولكنها أيضا لا تثمر حقا ولا تهب الناس خيرا إلا إذا تحصنت وتسلحت بالمسؤولية وبالأمانة. الآن ومع تعدد الوسائط الإعلامية وتقنيات التواصل، أصبح بمقدور الآلاف أن يتحولوا مفكرين ومحللين وموجهين وصناعا للرأي العام وبناتا للضمير الجمعي. في السابق كان الكتاب لوحده ينعم بهذه المكانة وينجز هذه الوظيفة، وكان عدد الفاعلين بين عشرات ومئات ليس أكثر. الآن هم ألاف وأكثر من ألاف، وما عاد قراء الكتب بالعدد الذي تعودنا عليه في السابق. وهذا الوضع يضاعف المشاكل ويعقد هذه المشاكل. الآن أصبح بالإمكان رؤية البلد يقوم ولا يقعد بسبب مقال كتبه أحدهم على الفيسبوك، وقد يكون صاحب المقال نكرة، وقد يكتب تحت اسم مستعار، ويمكن يكون المقال مدفوع الثمن بالدولار الأمريكي أو بالأورو الأوروبي أو بالريال السعودي أو غير ذلك من
عملات أو حتى بالشكل الإسرائيلي، وممكن يكون صاحب المقال موظف لدى مخابرات دولية، ويمكن يكون من هواة الإشهار والاشتهار وممن لهم حرص على الظهور والتموقع. والناس يستهلكون هذا وأكثر من هذا، وأكثر الناس لا يتمتعون بما يكفي من حصانة للفرز والتمييز والتمحيص. الحل، يقول القائل، الحل في الوعي بهذا أولا، والحل في ردة فعل من العلماء الإيجابيين الصادقين، والحل في تأسيس هيئات دراسية أو بحثية، هيئات ذات كفاءة وذات مصداقية وذات أمانة، تمنع عنا عبث العابثين وتشكل للتونسيين مرجعية، فلا يسقطون في شباك كل من هب ودب. وإلى لقاء يجمعنا بكم قريب، دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دقلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر.